بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أسألك حكمتك في التجارة. ما الحكمة التي تتبناها؟ أهم شيء عند واحد أمير ويكون واقع. نعم جميل. إنسان واقع يكون. زين. نعم. أهم شيء يكون الأمانة. نعم صدقت. واحد يخرج يعني رد من فيها كامل المبلغ. نعم. ماخذ البضاعة يعطي حقه. عندك موظف يعطي حقه شاوي. جميل. زين سواء الوافد سواء البلاد. زين. أهم شيء الأمانة يكون كامل. زي شخصيات سرقة بعد سرقة أهم شيء. شخصيات الناس تتفاوت، أيهم معصب أحيانا، أيهم حلق الغال، حلق رخيص، حلق مبتسم، حلق كذا مكشر وكذا، كيف تتعامل مع مختلف الوجوه؟ على حسب فكرة الشخص. الشخص عن مثل واحد ما في ضيق عندك معصب ما قلت مثلا تقول ما يتفاهم بهدوء. نعم حسب موقف الشخص. نعم ما شاء الله. حاول تهديه. نعم جزاك الله خير. تعطيه كلام غيره وهذا عشان يكون يفهم عندك. انتم ما تقدروا تخسروه كزبون يعني كم. نبغى نجيبه ما نبغى نخسره. اي نعم. سواء اليوم ولا بعد فترة. صدقت. ايه. بارك الله فيك جزاك الله خير. سعدت معك مع هذه اللحظات الجميلة والرائعة. نسأل الله لك التوفيق. يزيد من النجاح والعطاء. بارك الله فيك وذريتك.